والله بص انا اقول لك على حاجه، هي يعني سبحان الله، يعني هي قدر الله وما شاء فعل. هو كانت مكتوبه صحيح قبل ما نسافر ان احنا نظهر، الاولاد عملوا عليهم اكتر من بكتير قوي، كانوا محاربين. انا في رايي مش لعبه باسكت، لان 3-3 لعبه فايتنج جامد جدا. لسه لا لا الموضوع لسه يعني اكتر من ال 5-on-5 اللي احنا بنلعبها في مصر، اسرع كمان من ال 5-on-5 في الملعب. اسرع انت الكره ما بتلحقش السواب للكره، لان انت 12 ثانيه بس، انت الهجمه 12 ثانيه بس، الهجمه 12 ثانيه لازم تخلص بسرعه، 10 دقايق راح فيه. لا لا مميته. بس انا عايز اسالك بقى سؤال يا مم، بابا كان بيكلمك؟ كابتن طارق خيري طبعا من الاهلي وثابت، يعني كان بيكلمك ولا خلاص هو اداك لكابتن ياسر زميل الملاعب؟ خلي بالك كابتن ياسر انا عارف كتير قاعد مع بعض كتير يعني، ف كلمك؟ كلمني طبعا هناك، وكان الكلام ان انتوا ماشيين كويس فكملوا، انتوا الموضوع مش صعب زي ما انتوا فاكرين، طول ما انتوا مصدقين ان انتوا هتعملوا حاجه هتعملوا. فده كان الكلام. وبصراحه بيكلمك فنيا في حاجات؟ قول ما تكسفش كابتن ياسر، مش هقول حاجه. لا هو عارف، هو لما كلمني طلعت قلت له ان هو بيكلمني في حاجات. هو يعني بيقول على كل حاجه يعني. احنا تيم بس يعني. انت ما كنتش بتزعل يعني من الطارق بيكلم؟ ما دي الروح. ما انت خلي بالك انت وطارق خير سنين طويله مع سنين بعض. والكوتش الكوتش زي بابا بالظبط يعني، هو بيتعامل معايا بنفس الطريقه، ما فيش اختلاف، نفس التهذيب، تهذيب مش اي اختلاف خالص.